ثراتلستوب بارت 5. فايفر هي يوتيليتي بقلب ثراتلستوب فينا نستعملها لنعمل كتير اشياء، خاصة كنترول للتيربو بوست وللفولتج. تركيزنا بهالفيديو هي على الميدل سكشن يلي هي الفولتج كنترول. اول شي ميك شور انه السي بي يو كور هي سيلكتد، نعمل تشيك على الانلوك ومنوطي الاوفست فولتج ل ماينس 50 ملي فولت. مننقي سي بي يو كاش ومنعمل نفس الشي هونيك. ذن تحت على اليمين مننقي اوكي دو نوت سيف فولتجز ومنكبس ابلاي. فوق على اليمين لازم الفاليوز يقلبوا من بلس 0 ل ماينس 0.05 فولت بالسي بي يو كور وكاش. دايما خلوا الفولتجز مثل بعضهم بين الكور والكاش، والا الاندر فولت ما بتطبق. نيكست بدنا نعمل تيست للسي بي يو، بنكبس اوكي وبنروح على تي اس بنش وبنكبس ستارت. اذا ما صار معنا فريزنج او كراشنج فينا نطول البنش مارك تايم ونعمل تيست تاني. اخر تيست هو نترك اللابتوب داير بلا ما يعمل شيء او على لود خفيف ونشوف إذا ستيبل. وهيك بنكون عملنا أندر فولتينج خفيفة للسي بي يو ووفرنا شوية حرارة. بارت 6 بنحكي فيها عن ماي سيت اب تبع الثري بروفايلز، بيرفورمانس، ميديوم وسايلنت.